عن كلمة ألفة عمر، ما نفسكيش تدخلي السينما؟ ما نفسكيش تعملي السينما؟ إن شاء الله داخلة فيلم قريب ونجيلك ونحتفل بيكي في العرض الخاص وكده. طبعا إن شاء الله نحتفل قريب. أنا عموما يعني أما بدخل عرض خاص لفيلم لحد من صحابي أو حد من أنا بحبهم ببقى مبسوطة الضعف، لأني لو رحت أتفرج على فيلم ببقى مبسوطة إن إحنا كإنتاج سينمائي عندنا شغل، لكن لما بلاقي كمان إنه حد من صحابي وفيلم قوي وحاجة محترمة تتقدم ببقى مبسوطة دبل وأكتر كمان يمكن تريب. بس إن شاء الله لما يكون عندي أنا حاجة هبقى بنفس السعادة دي، يعني مش هبقى يعني مختلفة كتير، لأنه هو الحركة السينمائية مفيدة لينا كلنا. أنا إن شاء الله داخلة فيلم قريب وبعد العيد نبدأ نحضره، لسه بقى كل التفاصيل والحاجات لسه ما. تأليف مين أو إنتاج مين أو إخراج مين على الأقل يعني؟ هو إنتاج شركة جديدة عملت فيلم واحد لنضال الشافعي ولسه ما أعلنتش يعني عن بقية التفاصيل، بس هو إخراج أستاذ حسام شوقي. بشكرك جدا ونورتيني يا ألفت، شكرا.